أهلا بكم مشاهدينا، نتابع معكم أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليوم 15 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. نبدأ من ضواحي العاصمة كييف، حيث احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، وتحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تدبير رتل للدبابات الروسية وقتل ضابط برتبة عميد في منطقة بروفارسكي غرب أو قرب كييف. أيضا الجيش الأوكراني تحدث عن صد محاولة توغل الجيش الروسي بمنطقة نهر أربين بالضواحي الشمالية لكييف، مؤكدا أن القوات الروسية تعمل على محاصرة العاصمة من الغرب والجنوب الغربي. وإلى مدينة جوتمير شمال غرب كييف، حيث أكد الجيش الأوكراني أن قصفا روسيا استهدف المدينة وتسبب بأضرار كبيرة بمستشفيين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على أجزاء من مدينة ماريبول التي تدور المعارك فيها منذ أيام. على الصعيد الإنساني، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن 6 ممرات إنسانية سيتم إنشاؤها لإجلاء المدنيين من 6 مدن بينها العاصمة كييف ومدينة سومي وماريبول. الآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.